هاي عالمنا الحديث مدين للحضارة المصرية القديمة يلي كانت مصدر عدد كبير من الاختراعات، ومن بين الرسومات يلي كانت تستعمل كلغة تعبير عن كلمة أو مقطع صوتي معين أو استعارة تعني شيء مختلف. كانوا المصريين كمان أول مين استعمل أوراق البابيروس للكتابة، وأول مين ابتكر رزنامة 365 يوم يلي كانت تتألف من 3 فصول، وكل فصل بيمتد على 4 أشهر والشهر مؤلف من 30 يوم. وهن كمان أول مين اعتمد أغراض لقياس الوقت. اهتموا المصريين بالتجميل، فكانوا أول مين اخترع كحلة العين من أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، صالونات الحلاقة وهالمهنة بشكل عام، بالإضافة للشعر المستعار واللحى الاصطناعية المصنوعة من صوف الخواريف أو الشعر المحلوق. مين قال إنه المصريين القدامى اهتموا بصحة الفم فاخترعوا معجون وفراش أسنان وحبوب إنعاش النفس؟ أنا قال. شوفكم بكره.